السلام عليكم، مرحبا بكم اصدقائي على قناة English with Angela. وطبعا اصدقائي نحن مكملين بسلسلة مفردات الطفل واليوم هو الفيديو السادس. طبعا اصدقائي مثل ما بتعرفوا هذا النوع من الفيديوهات بيدعم كثير الطلاب اللي عم يدرسوا بالمراحل المتقدمة باللغة الانجليزية، لهيك اصدقائي بتمنى انه هالفيديوهات تصل لاكبر عدد من الطلاب، وهذا بيكون بفضل الله ثم بفضلكم. لهيك اصدقائي ما تنسوا الاعجاب بالفيديو وانه تشاركوا مع كل شخص بتعتقدوا انه ممكن يفيده. هلا يلا نبدا الدرس. الكلمة الاولى بدرس اليوم هي dispel، يبدد أو يجعل شيئا ما يتلاشى. dispensable، يمكن الاستغناء عنه أو ليس ضروريا. dispersal، تفريق أو تشتيت. disperse، يتشتت أو يتفرق، وأيضا يشتت ويفرق. dispersed، متفرق أو منتشر على مساحة واسعة. displacement، إزاحة شيء ما من مكانه الأصلي، وأيضا إجبار شخص ما على الابتعاد عن منزله أو منصبه. disposal، التخلص من شيء ما. disposition، الصفات الطبيعية لشخصية الشخص أو ميله للتصرف بطريقة معينة. disproportionate، غير متناسب مع شيء آخر، كبير جدا أو صغير جدا مثلا. disputation، الجدل أو مناقشة حول شيء لا يتفق عليه الناس عادة. disputatious، يميل للنزاع أو مولع بالجدل. dispute أو dispute، نزاع أو خلاف بين طرفين حول شيء. disqualify، يمنع شخصا ما من فعل شيء معين لأنه خالف قاعدة أو لعدم أهليته لعمل الشيء. disregard، يتجاهل أو يعامل أحدا أو شيئا على أنه غير مهم. disrepute، تشوه السمعة أو فقدان احترام الآخرين. disrupt، يعطل أو يجعل من الصعب على شيء ما الاستمرار بالطريقة العادية. disruption، خلل أو اضطراب في شخص ما أو شيء ما يصعب فيه على الشخص أو الشيء الاستمرار بالطريقة العادية. disruptive، مسبب للمشاكل أو الضوضاء وما إلى ذلك، حيث لا يمكن معه أن يستمر شيء ما بشكل طبيعي. dissect أو dissect، يشرح أو يقطع إلى أجزاء، وقد تأتي بمعنى يشرح بالتفصيل. dissemble، يخفي مشاعره الحقيقية أو نواياه، وذلك عن طريق التظاهر بأن لديه مشاعر مختلفة. disseminate، ينشر المعلومات والمعرفة وما إلى ذلك بحيث تصل إلى كثير من الناس. dissemination، نشر المعلومات أو المعرفة حتى تصل إلى كثير من الناس. dissension، شقاق أو خلاف بين الناس أو داخل مجموعة. dissent، معارضة أو التعبير عن آراء مختلفة عن تلك المقبولة رسميا، مثال المعارضة الدينية أو السياسية أو غير ذلك. dissertation، قطعة طويلة من الكتابة حول موضوع معين، وخاصة تلك المكتوبة للحصول على درجة جامعية. dissimilar، غير متشابه مع. dissimilarity، حقيقة عدم كونك شخص ما أو شيئا آخر، أو الميزة التي تكون في الأشياء أو الأشخاص والتي تجعلهم مختلفين عن بعضهم البعض. dissipate، يتلاشى، يصبح الشيء أو يجعل شيئا ما أضعف تدريجيا حتى يختفي. dissipated، متشتت أو متدهور. dissolve، يحل شيئا ما كإنهاء الزواج بفسخه أو كإنهاء اتفاقية مثلا أو عمل أو حل البرلمان رسميا، وقد تأتي أيضا بمعنى ينحل أو يذوب.
dissolved مذاب أو متحول من الحالة الصلبة إلى السائلة. dissonance اختلاط الأصوات المتنافرة أو غير المنسجمة. dissuade يثني شخصا ما عن فعل شيء معين أو يقنعه بعدم القيام به. distant بعيد في المكان أو الزمان. distance مسافة. distaste نفورا أو كراهية. distill ينقي السائل عن طريق تسخينه حتى يتحول إلى غاز ثم يتم تبريده وجمع قطرات السائل الذي يتشكل. distinct مميز. distinction تميز أو تباين واضح بين أشخاص أو أشياء. distinctive مميز أو متميز. distinctly بوضوح أو بشكل واضح. distinguish يميز أو يتعرف على الفرق بين الأشياء. distinctive قد تأتي بمعنى مميز وقد تأتي بمعنى ناجح جدا أو موضع إعجاب الآخرين. distort يشوه الشكل أو المظهر أو الصوت وقد تعني يحرف الحقائق أو الأفكار الصحيحة. distortion تشوه أو تشويه وأيضا تحريف. distraction إلهاء أو تشتيت الانتباه عن شيء ما. distraught مضطرب أو منزعج وقلق للغاية حيث لا يمكنه التفكير بوضوح. distress محنة أو ضائقة مالية أو اقتصادية وأيضا شعور بالقلق الشديد والتعاسة. distribute أو distribute ينشر شيئا بين عدد كبير من الناس أو يشارك شيئا ما بين عدد من الأشخاص. distribution توزيع شيء ما أو انتشار شيء ما يوجد في منطقة معينة بين مجموعة معينة من الناس. distrustful مرتاب أو غير واثق في شيء. disturb يزعج أو يعكر صفوة. disunite يفرق أو يفكك وحدة شيء. ditch قناة طويلة محفورة على جانب حقل أو طريق يستخدم لحجز المياه أو سحبها. divergence انفصال أو اختلاف. divergent متباين أو مختلف جدا. diverse متنوع أو مختلف جدا عن بعضه البعض. diversification التنويع أو التغيير بحيث يكون هناك تنوع أكبر. diversity تنوع أو مجموعة من العديد من الأشخاص أو الأشياء المختلفة تماماً عن بعضها البعض. diversion تغيير الاتجاه الذي يتبعه شخص ما أو شيء ما أو الغرض من شيء ما. divert يحول أو يجعل شخصاً أو شيئاً ما يغير اتجاهه. diverting ممتع ومضحك. divest يجرد من الملابس أو المسؤولية أو غير ذلك. divination العرافة التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. divulge يفشي أو يعطي معلومات من المفترض أن تكون سرية. docile هادئ وسهل التحكم به. doctrine مذهب أو معتقد.
دوج يتحرك بسرعة وفجأة إلى جانب واحد من أجل تجنب شخص ما أو شيء ما. دوغما مجموعة من المعتقدات التي تتبناها مجموعة أو منظمة والتي يفترض أن يقبلها الآخرون دون جدال. دوغماتيك كونه على يقين من أن معتقداته صحيحة وأن على الآخرين قبولها دون الالتفات إلى الأدلة أو الآراء الأخرى. دولفل حزين أو مسبب للحزن أو معبر عنه. دولورس يظهر الحزن سواء كان يشعر به أو يظهره. دومين أو دومين مجال أو نطاق. دوميستيك متعلق بالعائلة أو المنزل أو محلي. دوميستيكيت يدجن أو يجعل حيوانا بريا يعتاد العيش مع البشر أو العمل من أجلهم. دوميستيكيتد مدجن أو مستأنس. دومينانت سائد أو مهيمن. دومينيت يسيطر أو يهيمن على. دونيت يتبرع به. دوم مصير سيء محتوم كالموت أو الدمار. دومنسي سبات أو ركود مؤقت. دومنت في سبات أو خامد أو ليس نشطا في الوقت الحالي. دوسج جرعة أو كمية الدواء الذي يتم تناوله بانتظام وعدد مرات تناوله. دوت النقطة. دوت الشك أو عدم اليقين بشيء. doubtful غير متأكد أو متيقن. downfall سقوط الإنسان كفقدان المال أو السلطة أو المركز الاجتماعي وما إلى ذلك. downhearted محبط أو مكتئب. داونسايد الجانب السلبي أو المساوئ أو الجوانب الأقل إيجابية لشيء ما. داونتون الانخفاض التجاري أو الاقتصادي أو الوقت الذي يضعف فيه الاقتصاد. دوز غفوة أو نوم خفيف. دراب رتيب جدا أو ممل أو غير مثير للاهتمام أو ذو لون باهت. درافت تيار من الهواء. درين يفرغ أو يصفي مكانا أو شيئا ما من سائل ما. درينج تصريف المياه أو النفايات السائلة من مكان. draining تصريف أو تجفيف. dramatic مرتبط بالمسرح أو المسرحيات. drape يحيط أو يثني شيئا حول أو فوق أو عبر شخص أو شيء. drastic جذري أو متطرف بطريقة لها تأثير مفاجئ أو خطير أو عنيف على شيء. draw يرسم وأيضا يسحب. drawback عيب أو مشكلة في الشيء تجعله أقل جاذبية. dread يخاف أو يخشى شيئا ما. dreadful مروع أو سيء للغاية.
dreary كئيب وممل. dregs الثفل أو القطرات الأخيرة من السائل الممزوجة بقطع صغيرة من مادة صلبة متبقية في قاع الوعاء كثفل القهوة مثلا. drench يجعل شخصا أو شيئا مبللا تماما. drift ينجرف بسلاسة وبطء في الهواء أو الماء. dripstone كربونات الكالسيوم المتشكلة على شكل هوابط وصواعد. droplet قطرة ماء صغيرة جدا. drought جفاف وهي فترة طويلة من الوقت يكون فيها القليل من المطر أو لا يوجد أمطار. drowsy نعسان أو يرغب في النوم. dubious قد تعني متردد وعنده شك تجاه شيء أو شخص وتأتي أيضا بمعنى مثير للشك بأنه غير صادق. ductile مرن أو يمكن تشكيله في شكل جديد وهي صفة خاصة بالمعادن. due مستحق لشخص ما كدين لأنه من حقه فعلا أو لأنه فعل شيئا يستحق به ذلك. dulcet محبب كمذاق سائغ مثلا أو صوت يطرب الأذن مثلا. dull كئيب وليس مثيرا للاهتمام وقد تعني أيضا باهت. dumb أحمق أو غبي وتستخدم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. dummy نموذج لشخص أو دمية يستخدم بشكل خاص عند صنع الملابس وأيضا لعرضها في نافذة متجر. dump يفرغ أو يتخلص من شيء لا يريده وخاصة في مكان غير مناسب. ديون كثيب رملي شكلته الرياح بالقرب من البحر أو في الصحراء. duplicate ينسخ أو يعمل نسخة طبق الأصل من شيء ما. duplicity عدم النزاهة أو الإزدواجية. durable متين. duration فترة أو طول الوقت الذي يستغرقه شيء ما. duress الإكراه التهديد أو القوة التي تستخدم لإجبار شخص ما على القيام بشيء. dusk الغسق أو وقت غروب الشمس وقبل حلول الظلام بشكل كامل. dutiful مطيع أو يفعل كل ما يتوقع منه القيام به أو على استعداد للطاعة وإظهار الاحترام. duty الواجب أو ما نشعر به بأنه مسؤولية أخلاقية أو قانونية. dwell يسكن أو يعيش فيه. dweller ساكن أو قاطن. dwelling مسكن منزل أو شقة وما إلى ذلك حيث يعيش الشخص. dwindle يتضاءل أو يصبح تدريجيا أقل أو أصغر. dynamic صفة وتعني شخص لديه الكثير من الطاقة والشخصية القوية. dynamics علم القوى المشاركة في الحركة. dystopia مكان خيالي يكون فيه كل شيء سيئا أو فاسدا للغاية. dystopian صفة لمكان خيالي أو حالة خيالية يتصفان نموذجيا بأنهما بائسان أو سيئان أو مزعجان للغاية. dystrophy مرض الضمور العضلي. ايجا متلهف أو متشوق جدا لشيء. ايماك يخصص
أو يقرر أنه سيتم استخدام شيء ما لغرض معين، أو يضع احتمالا بأن شيئا ما سيحدث لشخص ما أو شيء ما في المستقبل. أن يكسب أو يحصل على المال مقابل العمل الذي يقوم به. earthenware شيء أو أشياء مصنوعة من صلصال شديد الصلابة. earth كوكب الأرض. earthly أرضي أو دنيوي أو ليس له علاقة بالروحانية. earthquake زلزال أو هزة أرضية. إيز حالة الشعور بالاسترخاء أو الراحة دون قلق أو ألم أو مشاكل. إيستا الفترة التي تشمل عيد الفصح والأيام القريبة منه عند النصارى. إيست الشرق أو اتجاه الشرق. إيستن شرقي. إب الجزر أو الفترة الزمنية التي ينحسر فيها البحر بعيدا عن الأرض. إيبوليانس أو إيبوليانس الحماسة أو الثقة والطاقة وروح الدعابة معا. إيبوليانس أو إيبوليانس نشيط ومتحمس أو مليء بالثقة والطاقة وروح الدعابة. إكسنتريك شيء أو شخص غريب الأطوار أو غير عادي. إكسنتريسيتي غرابة أو اختلاف عما هو سائد أو معتاد. إكليزياستيكال مرتبط بالكنيسة المسيحية أو كنسي. إيكو صدى الصوت. إيكولوكيشن استخدام الموجات الصوتية المنعكسة للعثور على الأشياء وخاصة عن طريق بعض الكائنات كالدلافين والخفافيش وغيرها. إكليكتيك انتقائي أو لا يستخدم أسلوبا واحدا أو مجموعة من الأفكار ولكنه يختار من مجموعة متنوعة واسعة. إكليبس كسوف الشمس أو خسوف القمر وقد تأتي بمعنى فقدان الأهمية أو القوة أو غير ذلك. إيكولوجيكال مرتبط بعلاقة النباتات والكائنات الحية ببعضها البعض وعلاقتها بالبيئة. إيكونوميكلي أور إيكونوميكلي بطريقة توفر خدمة جيدة أو قيمة بالنسبة لمقدار الوقت أو المال الذي يتم إنفاقه. إيكونومايز يقتصد أو يستخدم الوقت والنقود وما إلى ذلك أقل مما يستخدمه عادة. إيكونومي اقتصاد. إكستسي حالة من المشاعر الغامرة أو السعادة العظيمة. إيدي دوامة أو حركة هواء أو غبار أو ماء في دائرة. إج الحافة أو الحد الخارجي لجسم أو سطح أو الجزء الأبعد عن المركز. إدبل صالح للأكل. إديفيس صرح أو مبنى كبير مثير للإعجاب. إديفاي يثقف أو يغني معرفة أشخاص عن طريق تزويدهم بالمعرفة عن شيء ما. إديتوريال افتتاحي أو يتعلق بإعداد شيء مثل صحيفة أو كتاب أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي لنشره أو بثه. إيل سمكة تعيش في البحر أو في المياه العذبة رقيقة طويلة تشبه الثعبان. إيوري غريب وغامض ومخيف. إيرلي بطريقة غريبة وغامضة ومخيفة.
إفيس يمسح شيئاً أو يجعله يختفي أو يزيل شيئاً ما. إفكت تأثير. إفكتيف فعال أو مؤثر. إفكتويت يضع شيئاً حيز التنفيذ. إفكاسي الفعالية أو القدرة على تحقيق النتائج المرجوة. إفيشنسي الكفاءة أو جودة العمل الجيد مع عدم إضاعة الوقت أو المال أو الجهد. إفلوينت المخلفات السائلة وخاصة الكيماوية التي تنتجها المصانع أو الصرف. إفت جهد عضلي أو عقلي. إفرانتوري سلوك واثق ووقح للغاية أو دون أي شعور بالخجل. إفيوز يريق أو يسكب. إيجاليتيريان شخص يعتقد أن الجميع متساوون ويجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص. إيجو سينتريك أناني أو كونه يفكر في نفسه فقط وليس فيما يحتاجه أو يريده الآخرون. إيجويست شخص يعتقد أنه أفضل من الآخرين ويفكر ويتحدث كثيرا عن نفسه. إيجومانياك المغرور بنفسه أو شخص مهتم للغاية بنفسه أو بطريقة غير معقولة. إيجاتيزم الغرور أو شعور مبالغ فيه بأهمية الذات. إيجريجوس فاضح أو سيء للغاية. إيجكت يخرج أو يجبر شخصا ما على ترك مكان أو منصب. إلابوريت معقد للغاية ومفصل أو معد بعناية وتنظيم شديد. Elaborately بإتقان أو بطريقة معقدة ومفصلة للغاية أو بطريقة معدة ومنظمة بعناية. Elaboration شرح مفصل أو وصف لشيء ما. Elapse ينقضي أو يمضي. Elastic مادة مصنوعة من المطاط يمكن أن تتمدد ثم تعود إلى حجمها الأصلي. Elasticity المرونة أو قدرة الشيء على التمدد والعودة إلى حجمه الطبيعي. Election انتخاب اختيار شخص أو مجموعة من الأشخاص لمنصب وخاصة منصب سياسي عن طريق التصويت. Elective اختياري أو يتم عن طريق الانتخاب. Electa الناخب أو الشخص الذي يملك حق التصويت في الانتخابات. Electrocardiogram اختبار طبي يقيس ويسجل نشاط الكهربائي للقلب. Electrode القطب الكهربائي النقطة أو الطرف الذي يدخل من خلاله التيار الكهربائي أو يترك بطارية أو جهازا كهربائيا. Electromagnetic كهرومغناطيسي أو له خصائص كهربائية مغناطيسية. Element عنصر أو أحد الأجزاء العديدة التي يحتوي عليها شيء. Elemental أساسي ومهم. Elementary ابتدائي. Elements الأحوال الجوية وخاصة الطقس العنيف أو القاسي وتأتي بصيغة الجمع. Elevate يرفع إلى مكان أعلى أو يرقي في المرتبة أو المكانة. Eligible مؤهل أو صالح لشيء أو لديه المؤهلات المناسبة لذلك.
Eliminate يستبعد أو يزيل شيئا ما أو يتخلص منه. Elimination إزالة أو استبعاد. Elision حذف. Elite or elite النخبة، مجموعة قليلة من الناس في المجتمع، قليلة العدد لكنها قوية وذات تأثير كبير. إليكسا أو إليكسيا الإكسير، وهو سائل كان يعتقد الناس أنه سحري، يعالج الأمراض ويجعل الناس يعيشون إلى الأبد. إيلونجيت يتمدد في الطول أو يستطيل. إليكونز فصاحة أو بلاغة. إليكونت فصيح أو بليغ. إلسوير في أو إلى مكان آخر. إلوسيديت يوضح شيئا ما من خلال شرحه بشكل كامل. إلوسيف صعب المنال. إيميشييت يسبب الهزال أو فقدان اللحم الذي يؤدي إلى النحافة الشديدة. Emaciated or emaciated هزيل أو نحيف جدا، وخاصة بسبب سوء التغذية أو المرض. Emanation انبثاق أو شيء تم إنتاجه أو ظهوره من مكان معين. Embalm يحنط. Embankment جسر، وهو جدار أو بناء من الحجر أو الأرض مصنوع لحز المياه أو كطريق لسكة حديد أو أرض منخفضة. Embargo أمر رسمي يحظر التجارة مع دولة أخرى. Embark يصعد إلى سفينة أو طائرة أو يضع شيئا أو شخصا على متن سفينة أو طائرة. Embed يضمن أو يجعل شيئا ما جزءا لا يتجزأ من شيء آخر. Embedded مثبت بقوة في كتلة أو مادة، وقد تأتي بمعنى مضمن في شيء آخر كجملة داخل جملة أكبر. Embodiment تجسيد شخص أو شيء، يعد مثالا نموذجيا لفكرة أو صفة. Embody يجسد أو يعبر عن فكرة أو صفة أو يمثلها. Embrication سائل لفرك العضلات لتقليل الألم، مثال على ذلك بعد التمارين الرياضية. Embroider يزين القماش بنمط من الغرز، عادة باستخدام الخيط الملون. Embryo جنين. Embryonic في مرحلة مبكرة من التطور. Emend يصحح أو يزيل الأخطاء في قطعة من الكتابة وخاصة قبل طباعتها. Emerald الزمرد، وهو من الأحجار الكريمة. Emergence ظهور أو نشوء أو بروز. Emergency طارئ، حدث أو موقف مفاجئ خطير يحتاج إلى إجراء فوري للتعامل معه. Emergent طارئ، جديد وما زال يتطور. Immigrate يهاجر أو يترك بلده ويذهب للعيش في بلد آخر بشكل دائم. Immigrant مهاجر. إيمينس المكانة المرموقة أو الشهرة والاحترام في المهنة. إيمينت بارز أو مشهور ومحترم جدا في مهنة. إيمينتلي بشكل بارز أو إلى أقصى حد.
emission انبعاث غاز أو حرارة أو ضوء. empathy التعاطف أو القدرة على فهم مشاعر الآخرين. emperor الإمبراطور. emphasize يؤكد. emphasis تأكيد. emphatic مؤكد. empirical تجريبي، أي مبني على التجارب أو الخبرة وليس على الأفكار أو النظريات. employ يوظف أحدا. employment توظيف. empower يفوض أو يمكن أو يمنح أحدا السلطة أو القوة لفعل شيء. empty فارغ. emptiness فراغ مادي أو معنوي. emulsion مستحلب أو خليط من السوائل التي لا تختلط معا كالزيت والماء مثلا. enable يمكن. enact يسن قانونا أو تشريعا. enactment التشريع أو سن القوانين. encapsulate يحيط بشيء أو يغلفه وقد تأتي بمعنى يلخص. enclose يحيط بشيء ما بشكل كامل. enclosure تسويق أو وضع سياج أو جدار حول قطعة من الأرض. encompass يشمل عددا كبيرا أو مجموعة من الأشياء. encounter يواجه مشكلة مثلا وأيضا يلتقي به أو يقابل. encourage يشجع. encroach يتعدى الحدود أو يتوغل فيه. encroachment التعدي فعل يستهلك الكثير من وقت شخص ما أو حقوقه أو حياته الشخصية وقد تعني التوغل ببطء في مساحة ما. encumbrance عبء شخص أو شيء يمنع الشخص من التحرك بسهولة أو من فعل ما يريد. endanger يعرض للخطر. endangered معرض للخطر. endeavor سعي أو محاولة لفعل شيء. endless بلا نهاية أو لا نهائي. endogenous داخلي بالنسبة للشيء. endorse يصادق على أو يدعم أحدا أو شيئا ما علنا. endothermic يتميز به أو يتشكل من خلال امتصاصه للحرارة. endow يهب أو يمنح لمؤسسة ما. endowment الأموال التي تمنح لمدرسة أو كلية أو مؤسسة ما. endurance التحمل. endure يتحمل أو يكابد. enduring مستمر أو محافظ على ديمومته. energetic يمتلك أو يتطلب الكثير من الطاقة والحماس. energize ينشط أو يحفز. energy طاقة. innovate يضعف أو يوهن. enforce يفرض. engage يكرس وقته وجهده فيه أو ينخرط فيه. engaging جذاب أو مثير للاهتمام. engender يتولد أو ينجم عن. engine المحرك الجزء من الآلية الذي ينتج الطاقة لتحريكها. engraving نقش التصاميم على الخشب أو الحجر أو المعدن. engross يستحوذ على اهتمام أو وقت أو جهد شخص ما. engrossed منهمك فيه.
engulf يجتاح أو يحيط بشيء حتى يغطي عليه. enhance يعزز. enhancement تعزيز أو تحسين جودة شيء. enigma شخص أو شيء أو موقف غامض ويصعب فهمه. enigmatic غامض وصعب الفهم. enlarge يكبر شيئا أو يوسعه. enlargement توسيع أو تكبير. enlist يتجند أو ينضم إلى القوات المسلحة. enliven يحيي أو يجعل شيئا أكثر إثارة أو متعة. enmity عداوة. ennui الشعور بالملل لعدم وجود شيء مثير للاهتمام. enormous هائل أو ضخم جدا. enrapture يبهج بشكل كبير. enrich يثري أو يغني. enroll يتسجل أو يلتحق به. enrollment تسجيل أو انضمام رسمي له. ensnare يأسر أو يوقع في فخ. ensue يتبع حدوث شيء ما. ensuing التالي أو حدث أعقب شيئا ما. ensure or ensure يضمن أو يؤمن على. entail يستتبع أو يستلزم شيئا لا يمكن تجنبه. entangle يتشابك مع أو يعلق به. enterprise مشروع ولا سيما مشروع كبير. enterprising يمتلك أو يظهر القدرة على التفكير في مشاريع جديدة. enthrall يفتن أو يفتتن بشيء. enthralling آسر أو جذاب. enthusiasm حماس. enthusiastic متحمس. entice يقنع أحدا بفعل شيء ما من خلال تقديم شيء له. entire كله أو بأكمله. entitle يمنح شخصا ما الحق في القيام بشيء ما.